وغيره ما قالش انت والله. ثمر البوث أكثر شيء ينقض فوق الجبل ما ينقض تحت في الوطا، وثمرتها تبدأ من شهر 6 إلى نهاية 8 تقريبا كذا. وصعوبة يعني الحقيقة أن احنا نروح لمكان بعيد يمكن 4 ساعات، ساعتين رايحين وساعتين جايين، ونبيعها نزوة رستوك الحمرة بهلة كذا. أنا حي الله، والكيلو قيمة 3 ريال الكيلو. طيب هذا الموسم، هذا الموسم، الموسم هذا العام كيف الثمرة؟ هل الثمرة كثيرة ولا متوسطة ولا قليلة، وإيش الأسباب؟ والله ثمرة أحيانا إذا يكون أمطار شيء في الشتاء ثمرة واجدة، لكن إذا كان الأمطار قليلة ثمرة حاجة بسيطة، يعني مكانات يثمر مكانات ما يثمر، مع مكان البراد أكثر يستوي.